الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر، وجعل نسل الإنسان من أنثى ومن ذكر، وساوى بينهما فيما نهى وفيما أمر. فالفوز لمن صبر وشكر وربه ذكر، والخزي لمن عصى واستكبر وتولى وأدبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله أكبر. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله خير البشر ودرة الدرر، من انشق له القمر وسلم عليه الحجر وبكى شوقًا إليه جذع الشجر. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه، ما حن مشتاق لطيبة وذرفت عيناه عند رؤية القبة الخضراء والحجر. أما بعد، فيقول المولى عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مشاهدين الأعزاء، كثيرا ما تحدثنا عن عظماء التاريخ، كثيرا ما تلددنا بالكلام عن بطولاتهم وإنجازاتهم، بل ولطالما استمطرنا اللحمات بذكر مناقبهم وسيرهم، وبذكر الصالحين تتنزل اللحمات. فهل من حديث عن العظيمات؟ هل من التفاتة لأولئك الأمهات المجاهدات لواتي كن للأجيال منجبات وللأبطال صانعات؟ هل من تكريم لأولئك الزوجات الطيبات الطاهرات العفيفات اللواتي كن لأزواجهن داعمات ومساندات؟ هل من وقفة إجلال أمام أولئك السيدات اللواتي كانت لهن اليد الطولة في كتابة التاريخ، فكان منهن العالمات العاملات المعلمات؟ أحبتنا الأعزاء، في هذه السلسلة التي سميتها خير نساء طلعت عليهن الشمس، نلتقي بواحدة من هؤلاء العظيمات، وحيدة من نوعها، فريدة في طرازها، قلما يجود الزمان بمثلها. امرأة حازت أحلى وأعلى وأغلى وسام يمكن أن يحققه أحد من الأنام. هذه السيدة أيها الأحباب سلم عليها رب الأرض والسماوات، وبشرها ببيت من ذهب في أعلى الجنات. فهل بعد هذا المقام من مقامات؟ وهل بعد هذه الدرجة من درجات؟ فمن هي يا ترى هذه المرأة؟ وكيف حازت هذه المكرمات؟ من خلال هذه الحلقات سنعرف من هي هذه السيدة، راجين من العلي القدير أن يغفر الزلات ويمحو الخطيئات ويجود بالفتوحات، وصلى الله وسلم على سيد الكائنات.